واحدة بتقول أنا فتاة أبلغ من العمر 28 عام، تعرفت على شاب من خلال شاب من خلال إيه؟ وهو لبنان الجنسية، مقيم في بيروت، وكان يتحدث معي من خلال التليفون او عن طريق الانترنت، واعجب بي كثيرا. السلام. واعجب بي كثيرا ووعدني بالمجيء الى القاهرة في اقرب فرصة، لكن لم يحدد بعد الموعد، لان هو بيعمل او بيشتغل صباحا وليلا، وانا ايضا اشعر كثيرا بالارتياح لهذا الشاب، وهو في الصفات اللي كنت بتمناه. اريد ان اعرف هل انتظره ام هذا مجرد سراب او اوهام. شوف يا بنتي، ازاي كلمك في التليفون هو يعرف منين نمرة تليفونك؟ طبعا انت اللي قلتيه، فاي واحد كده تعرفيه عن طريق الانترنت تدي له التليفون بتاعك، ده نقطة صعبة جدا بالنسبة لك. كمان انت اعجبت بيه من غير ما تشوفيه، انت عارفة شكله ايه؟ عارفة طبعه ايه؟ ثقافته ايه؟ سنه ايه؟ مذهبه ايه؟ لكن تعجبي بالناس كده طيران؟ وبعدين بتقولي انتظروا ولا لا؟ اوهام. واحد بيقول لها انا باجيلك مصر، اتعلقت بالحكايه دي واتشعبطت فيها في المصر. بس ما تتكلمش في الاجتماع. نقول ايه؟ راح سوا ما تضايقوش، بيحصل حاجات كتيرة زي دي. ما تنسوش ان احنا في العباسية. مش عارف الناس دول صوتهم عالي من غير ميكروفون ازاي، حاجة مش معقولة. واحد. اما سؤال البنت دي فما تنتظرش هذا الشاب. ومين قالك انك انت الوحيدة اللي هو اعجب بيه؟
ما جايز اعجب ببنات كتير وانت كل واحد واحدة واحدة تمشي كده اللي عاملة زي المثل اللي بيقول الغريق يتشعبط في عبشاية. عارفين يعني ايه عبشاية؟ دي بلغة الصعيد.